وإلى الدورة التدريبية التي نظمت من قبل منظمة العمل الاقتصادي الاجتماعي للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام بهدف تدريب حول تقصي الحقائق والمعلومات حول العنف الممارس ضد المرأة والطفل. فاطمة الحمر. الدورة التدريبية التي أقامتها منظمة العمل الاقتصادي والاجتماعي للنساء ذوي الحاجات والأيتام المعروفة اختصارا بأفوف هي منظمة غير حكومية تعمل في مجالات مكافحة الأمراض خصوصا السيدة وتقدم معونات للشرائح الضعيفة في المجتمع. لذا جاءت هذه الدورة من أجل تفعيل القدرات وتدريب أعضائها في البحث والتقصي عن العنف الممارس ضد المرأة والطفل، حيث شملت المرحلة الأولى 3 حارات في مدينة أنجمينة، وكان ذلك في العام 2013. رئيسة منظمة أفوف فلمة محمد حسن قدمت كلمة بيّنت فيها مدى أهمية هذه التحقيقات في محاربة العنف الموجه ضد المرأة والطفل، وأن المنظمة بالتعاون مع المركز الفرنسي للاتصال والتنمية المستدامة يسعيان دائما إلى نشر الوعي في وسط سكان الدوائر والحارات حول نبذ ظاهرة العنف والآثار السلبية الناجمة منه. بدورها نائبة عمدة بلدية الدائرة الخامسة فاطمة أحمد محمد أكدت بأن العنف الممارس ضد المرأة والطفل لا يشكل خطورة جسدية فحسب، بل يعتبر عاملا سلبيا في كبح نمو الاقتصاد الوطني، وأن هذه الدورة تسهم بلا شك في تكوين محققين أكفاء لمزاولة المهمة التي أوكلت إليهم في تقصي الحقائق عن العنف الممارس ضد النساء في الدوائر والحارات.